خلينا نروح لاسكندريه واللي فيها اقدم ورشه لتصنيع البورنيطه. البورنيطه اللي هي في ناس تقول عليها بقى شابو، في ناس تقول عليها قبعه، في ناس حسب بقى اللي بيسموها كل واحد وتسميته ليها. بس البورنيطه اللي هي اللي بتبقى زي كده الطاقيه اللي بنلبسها الكبيره قوي دي. الورشه دي اتعملت من اكتر من 70 سنه. ناس كتير كمان من زمان الحقيقه كانوا دايما حريصين على انهم يشتروا من المنتجات اللي بتصنعها الورشه دي. خلينا نروح مع حضرتك نشوف تقرير عن قصة أقدم ورشة لتصنيع بورنيطة في اسكندرية ونرجع مرة تانية. عشت حياتي من طفولتي مع والدي عليه رحمة الله، اللي هو كان في نفس الصنعة وعلمها لي وقعدني جنبه وخلاني انا يعني ايه متابع، بس انا كنت متابع مطيع للوالد عليه رحمة الله، بحيث ان هو كان قال لي انا بندرس عادي ولحد الجامعة وكله، وانا جنبه ما سبتوش، يعني اروح احضر محاضرات ارجع اقعد جنب الوالد عليه رحمه الله، وانا بنساعد، وهو يعني عبال ما انا دخل يعني وصلت لمرحله الجامعه كان هو بقى يعني راجل كبير، فانا بقيت يعني عايز اساعد اكتر، يعني اشيل عنه التقيل وهو يعمل الخفيف، بس هو كان يعني كان من النوع اللي هو يعني لا انا هنعمل التقيل. فعليه رحمة الله تعلمت منه الموديلات وطريقة عمل الباترون والحاجات اللي هي الباترونات بتاعتنا اللي هي بتطلع الشغل بالمقاس بالديزاين بكل الحاجات دي. وعليه رحمة الله توفى، أنا بقى من بعد منه طبعا بدأت بقى ان انا يعني اطور برضو كل بقى جيل وليه بقى حاجته بتاع التطوير، ان انا بعمل مثلا حاجة جديدة، بنحط طباعة، بنحط تطريز، بنحط شكل جديد من اللي بشوفه مثلا موجود في سواء على شاشات التلفزيون او على على صور مجلات حاجات كده، ان انا ابص لها واخدها من على المجلة واعمل لها الديزاين من على المجلة، يعني انا بعمله او كده نرفع مقاساته هو على الورقه او في الفيلم نفسه وانا بتفرج. فالحمد لله يعني ربنا اكرمنا. بس كان طبعا الخامات بقى اللي احنا كنا بنشتغل بيها كان الاول الخامات غير النهارده خالص، وكان الحشو الداخلي كان برضو حاجه غير النهارده خالص. النهارده في تطور والدنيا الحمد لله، ومصر عم بتتقدم بطريقه جميله والله، يعني ان يبقى في برضه يجي لنا بقى يجي لنا ضيوف، وضيوف دي تيجي مصر واحنا بنقدم، ممكن ان احنا نساعد ونقدم لهم حاجه مكتوب عليها ايجيبت جميله كده، حاجه يعني ايه برضه ياخدها معاه ومروح بلده. يعني في دوله كبيره بتبعت وبتعمل وكاتب انا ميدن فلان كذا، ما احنا مش كاتبين ميد ولا حاجه، احنا حاطين على البرنيطة ايجيبت بس. الحبايب بقى هم ايه اللي ياخدوها معاهم هم مروحين، روح بلده ايه ايجيبت ايه. وبعد كده ربنا اراد برضو كده ان نشطت حركات كده سياحه او حاجه زي كده، فبقينا نبعت زي الاقصر اسوان حاجه عليها الفرعونيات وبرضو ايجيبت. كان في مناسبة بقى بتاعت لما جينا كسبنا هندخل كاس العالم في إيطاليا 90، فقلت لا طب ما أنا لازم أشارك، قمت عامل برنيطة على هيئة علم مصر، والبرنيطة دي كتبت حطيت عليها اللوجو بتاع إيطاليا 90 وكتبت عليها إيجيبت، لأن دي رايحين الناس اللي المشجعين اللي رايحين ياخدوها معاهم، يعني اللي هنا في الشارع في أي مكان اللي هياخدها ويمشي بيها الناس مشجعين، في كان في مركب طالع وكان في طيران طالع، فهم بقى ايه لقوا الفكره جميله بقى يجوا يقولوا لي يا عم سعد عايزين 2 عايزين 5 عايزين 3، بقوا فرحانين بيها ايه لابس ايطاليا من قبل ما المباراه تشتغل ولا من قبل اي حاجه تعمل.